السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب كلكم تكونوا بخير، الحمد لله بسنة رابعة الأعزاء إن شاء الله. بس عشان خاطر الامتحانات بتاعتكم بيت بدري شوية، بس ففي شوية تعديلات وتنبيهات مهمة نخلي بالنا منها. أول حاجة، المرة الجاية زي ما احنا بالنسبة لجروب A وجروب B هناخد درسين، الهارت بيرن والديسبسيا أند درس الدايرية، لكن المرة اللي بعدها إن شاء الله هناخد درس الكونستيبيشن والاوتيك اند اوفثالميك. وفي تنبيه مهم، ان هيكون بالنسبه لجروب A هيكون الميد ترم بتاعهم وامتحان التدريب الصيفي، تمام؟ يعني بعد ما ناخد الدرسين دول في ساعه ان شاء الله، الساعه الثانيه نص ساعه هتمتحن ميد ترم ونص ساعه هتمتحن تدريب صيفي. بالنسبه لجروب B الكلام ده هيكون يوم 9/12 زي ما قلت. في الجروب A هياخد في الاول الدرسين وفي الساعه الثانيه هيمتحن الميد ترم وهيمتحن التدريب الصيفي. بعد كده احنا حذفنا كويز من الكويزات، وبقي ما عندناش غير كويزين بس. انت امتحنت كويز المرة اللي عدت، وهيكون في كويز تاني يوم 16/12 بالنسبة لجروب A، ويوم 23/12 بالنسبة لجروب B. وان شاء الله الترم بتاعنا ان شاء الله هيخلص يوم 23/12، والامتحان العملي الامتحان ده هيكون موحد للمجموعتين جروب A اند جروب B، وده هيكون في يوم واحد، وهينزل ليكم ان شاء الله اعلام بالاماكن اللي انتوا هتمتحنوا فيها. فتقريبا السيلبس يعني هو ما اتغيرش في حاجه، بس احنا حذفنا درس وبدرنا بس الامتحانات شويه، وحذفنا كويز من الكويزات. شكرا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لدروس الجي اي تي اللي ينفع اتصرف معاها كصيدلي واصرف لها او تو سي ميديكيشن، هناخد النهارده الهارت بيرن اند ديسبيبسيا. اول حاجه لازم نعرفها ايه الفرق ما بين الاثنين. اول حاجه بالنسبه للهارت بيرن، دي عباره عن صوره من صور الاندايجيشن، عسر الهضم، بتحصل لما الكونتنتس بتاعه الاستومك يحصل لها فلو باكورد وتروح للاسوفيجس، ده اسمه جاسترو ايسوفيجيال ريفلوكس. الكرونيك هارت بيرن واللي ناتج من الجاسترو ايسوفيجيال ريفلوكس ديزيز او الجيرد بيعمل سيفير تيشو دامج للايسوفيجس. اما الديسبيبسيا دي عباره عن انديجيشن لكن مصاحب ليها سيمتومز ساتش از بلوتينج، فولنس، نوزيا، ايبيجاستريك بين اور بيرنينج. الميكانيزم اللي بيحصل بيه الاسيد سيكريشن، عندنا سيلز اللي موجودة في الاستومك واللي مسؤولة عن الاسيد سيكريشن اسمها البارايتال سيل، فيها بامب اسمها بروتون بوتاسيوم اي تي بيز بامب، هي اللي مسؤولة عن الاسيد سيكريشن. بيحصل كنترول للاسيد سيكريشن عن طريق 3 ميدياتورز زي الاسيتايل كولين والجاسترين والهستامين. الاسيتايل كولين بيشتغل على المسكارينيك ريسبتور، والهستامين بيشتغل على الاتش 2 ريسبتور. فبالتالي لو انا عايز اعالج البيشنت اللي عنده هايبر اسيديتي، قدامي ثلاث حلول. اول حل ان انا اعمل بفرنج للبروتونز نفسها او الاسيد اللي موجود في الاستومك عن طريق الانتاسيد، او ان انا ادي اتش 2 ريسبتور بلوكر فهتمنع الهستامين من ان هو يحفز خروج الاسيد، او اخر حاجه عندنا ان انا اقفل البروتون بامب اللي هي بتطلع لي البروتونز اللي مسؤوله طبعا عن الاسيديتي. فيبقى عندي 3 دروجز، اول حاجه عندنا الانتاسيد دي بتعمل بافرنج للاسيد، الحاجه الثانيه عندنا اتش 2 ريسبتور انتاجونست اللي هي هتقفل لنا الاتش 2 ريسبتور وهتمنع ان الهستامين يحفز خروج الاسيد، ثالث حاجه عندنا البروتون بامب انهيبيتورز، ودي دروجز هتقفل لنا البروتون بامب اللي مسؤول عن خروج البروتونز. باثو فيسيولوجي بتاع الهارت بيرن. الهارت بيرن ده ناتج عن ضعف او ريلاكسيشن في اللور ايسوفيجيال سفنكتر، ودي عباره عن سفنكتر بتفصل لي الايسوفيجس عن الاستومك. بيقول ان انا لما يكون البريجر جوه الاستومك كافي انه يتغلب على الويكنت ال اي اس، بيحصل باك فلو للاستومك كونتنت وتروح للايسوفيجس. نخلي بالنا ان الميلز والناس الاكبر من 50 سنه هم اكتر ناس عرضه للهارت بيرن. في عندنا بعض الفاكتورز اللي بتأثر على اللور إسوفيجال سفنكتر تون اللي هو الضغط بتاعها، أو بيأثر على البرودكشن بتاع الاستومك أسيد بتزوده لي، وبالتالي بيزود الهارت بيرن. أول حاجة عندنا في بعض الميديكيشنز زي الكالسيوم تشانل بلوكرز
الكالسيوم شانل بلوكرز ده معروف عنه ان هو سموث ماسل ريلاكسنت، فال ال اي اس دي برضو عباره عن سموث ماسل فبيعمل لها ريلاكسيشن. النايتريتس نفس الحكايه، الانتي كولينرجيك دراجز دي برضو بتعمل ريلاكسيشن. وحاجه تاني ان انا عندي الانتي كولينرجيك دراجز المفروض انها بتقلل الجي اي تي موتيليتي، وبالتالي بتزود وجود الفود جوه الاستومك. الحاجه الثانيه انا عندي التراي سايكليك انتي ديبريسنت دراجز دي برضو بتعمل ريلاكسيشن للال اي اس. الانتي هيستامينز اللي هم الاتش 1 ريسبتور انتاجونست معروف عنهم ان هم برضو ليهم انتي كولينرجيك سايد افكت، وبالتالي هم برضو ليهم نفس التاثير بتاعه الانتي كولينرجيك دراجز. الاورال كونتراسبتيف بيقول ان هو بيزود السنسز بتاع النيتريك اوكسيد، وده ترانسميترز برضو بيعمل ريلاكسيشن للال اي اس. في عندنا بعض الاكل زي الشوكليت، فاتي اسيدز، الاونيونز، البيبرمنت والجارليك، دول برضو فيهم كونتنتس بتعمل ريلاكسيشن للال اي اس. السموكينج طبعا برضو بيعمل ريلاكسيشن، وجود النيكوتين بيعمل ريلاكسيشن للال اي اس. الستريس معروف عنه انه بيزود الاسيد سكريشن. البريجنانسي والاوباسيتي مفروض ان هم بيزودوا الضغط في انترا ابدومينال بريشر، فبالتالي بيحفزوا خروج الكونتنت بتاعه الاستومك للاسوفاجس. نيجي بقى للسيمتومز بتاعه الهارت بيرن. اول حاجه البيشنت بيبقى بيعاني من بيرنينج سنسيشن في اللور شيست. البين ده ممكن يحصل له راديشن في الابر شيست، يطلع لفوق شويه وبيبقى احيانا بيسمع في ظهره وفي الثروت والنيك. احيانا بيحصل كونفيوجن ما بين الهارت بيرن ومور سيفير كلينيكال كونديشن اللي هي مايوكارديال انفاركشن. المايوكارديال انفاركشن دي بتبقى محتاجه immediate medical attention. لو حصل اني انا معرفتش اشخص اذا كانت دي هارت بيرن او حصل كونفيوجن ما بين الهارت بيرن والمايوكارديال انفاركشن، انا بعمل ريفير للجي بي هو اللي يحدد لي اذا كانت هي هارت بيرن ولا مايوكارديال انفاركشن. السيمتومز بتاعه الهارت بيرن في الغالب بتظهر بعد الاكل على طول، او لو البيشنت راح ينام بعد الاكل. لو البيشنت عانى من الم في البلع ودي بنسميها اودينوفاجيا، فدي بتشير الى سيفير ميكوزال دامج للاسوفيجس. اما بقى الكومبليكيشنز بتاعه الهارت بيرن، ممكن يحصل اسوفيجيال ألسرز اند بليدنج، ممكن يحصل بالمونري كومبليكيشنز وده نتيجة أسبيريشن للرفلوكسد ماتيريال، أو يحصل سوالونج ديفيكاليتي ودي بتشير لحاجة من تلاتة، ممكن يكون حصل إسوفيجيال استريكشا أو كانسر أو موتيليتي ديس أوردر. إمتى أعمل إكسكلوجن للسيلف كير؟ ما أقدرش البيشنت ده أعالجه بأدوية أوتو سي، لازم أعمله ريفير للجي بي. أول حاجة لو في سيفير أبدومينال بين، لو كان في unexplained weight loss انا مش عارفه السبب ان هو خس فجاه كده، ممكن يكون السبب انه حصل problems في الابزوربشن بتاع النيوترونز. لو كان في شيست بين وانا مش عارفه فرق ما بينه وما بين الاسكيميك بين، لو البيشنت كان بيعاني من difficulty صعوبه او الم في البلع، لو كان في history of bloody vomit ان هو البيشنت ده بيرجع دم، او لو كان في بلاك ستول والبيشنت ده ما بياخدش ايرن ولا بيزموث سبسلسليت، او لو كان عندي طفل اقل من 12 سنه، او في حاله البريجننسي. اول حاجه هنبدا بيها النون فارماكولوجيكال ابروتش، نصايح نقولها للبيشنت عشان خاطر يغير الدايتري واللايف ستايل بتاعته اللي ممكن تحسن من السيمبتومز بتاعه الهارت بيرن. اول حاجه بننصح البيشنت انه يرفع راسه، مستوى راسه عن السرير بمقدار من 6 ل 10 انش. البوزيشن ده بيساعد وبيحسن الاسوفيجيال كليرنس وبيقلل الديوريشن اوف ريفلوكس. بننصح البيشنت انه على الاقل يتعشى من 3 ل 5 ساعات قبل البيد تايم عشان خاطر يسمح بالاديكويت جاستريك امبيتنج. مفروض ان البيشنت يمنع الاكل اللي هي بتقلل اللور اسوفيجيال سفنكتر تون او بتعمل اريتيشن للاسوفيجس، زي مثلا التوميتو بيزد برودكت، الكوفي، السيتروس جوس، او الكربونيتد بيفريجز اللي هي زي الكولا والحاجات اللي فيها الصودا. برضو ننصح البيشنت انه يقلل الوجبات بتاعته، يقلل الحجم بتاعها، وانه يمنع الاستلقاء على طول بعد الاكل على الاقل بساعتين. مفروض انه يقلل التوبيكو برودكتس والالكهول انتيك. لو كان البيشنت اوفر ويت فاحنا بننصحه انه يقلل وزنه.
اخر حاجه مفروض ننصح البيشنت انه يمنع ارتداء الكلوزنج اللي هي بتبقى ضيقه، وخاصه في منطقه الابدومينال اريا. تعالوا ناخد الفارماكولوجيكال انترفينشن والدروجز اللي انا ينفع استخدمها في علاج الهارت بيرن والديسبيبسي. عندنا ثلاثة كلاسز من الدروجز. اول حاجة عندنا الانتاسيد، ال H2 receptor antagonist، وعندنا البروتون بومب انهيبيتورز. ال H2 receptor antagonist والانتاسيد دول بستخدمهم في علاج المايلد تو مودريت هارت بيرن والديسبيبسي، لكن ما توقعش ان هم يعملوا هيلينج للدامجد اسوفيجيال ميكوزا او ان هم يمنعوا الكومبليكيشنز. البروتون بامب انهيبيتورز ده في الغالب بلجأ اليه لو كان عندي سيفير هارت بيرن او ديسبيبسي. تعالوا ناخد اول كلاس عندنا اللي هي الانتاسيدز. الانتاسيدز دي عبارة عن بيزك كومباوند بتعمل نيوتراليزيشن للجاستريك اسيد وبتزود البي اتش بتاعة الجاستريك كونتنت. لما بيزيد البي اتش بتاعه الجاستريك كونتنت، اول حاجه ما بتبقاش دامجد للاسوفيجيا الميكوزا، تاني حاجه ليها دور انها تزود ال LES2. الانتاسيدز عندنا زي الصوديوم بايكربونيت، الكالسيوم كربونيت، الومنيوم هيدروكسيد، والمغنيسيوم هيدروكسيد. الصوديوم بايكربونيت والمغنيسيوم هيدروكسيد عشان بيدوبوا بسرعه في الجاستريك بي اتش فبيدوني رابيد ريليف تقريبا خلال 5 دقائق لربع ساعه. اما الكالسيوم كربونيت والالومنيوم هيدروكسيد عشان بيدوبوا بالراحه فبيدوني لونجر تايم فور ريليف تقريبا خلال 10 دقائق لنص ساعه. الانتاسيدز دي مفروض تتاخد بعد الاكل بساعه، لان الديوريشن اوف اكشن بتاعها بيزيد بيوصل من ساعه لثلاث ساعات، لكن لو اتاخدت من غير الاكل بتقعد بس من 20 ل 40 دقيقه. بسبب الشورت ديوريشن اوف اكشن بتاعها فالبيشنت بيبقى مضطر انه ياخد من 4 تو 5 دوزز عشان يعمل كنترول للسيمبتومز، وبرده بسبب الشورت ديوريشن اوف اكشن هي ما بتقدرش انها تعمل نيوتراليزيشن للاسيد خلال الليل، فبالتالي ببقى محتاجه كلاس تانية تقدر تعمل لي كنترول للسيمبتومز بالليل يكون ليها لونج ديوريشن اوف اكشن. الانتاسيدز دايما بتبقى موجوده في كومباينيشن مع الالجينيتس والانتي فومينج ايجنت. الانتي فومينج ايجنت زي السيمثيكون والدايميسيكون، ودي الدور بتاعها تعمل ادزوربشن للجازز في الجي اي تي وتقلل الفلاتولنس. اما البروتكتيف ايجنت زي الالجينيت دي بتعمل بروتكتيف لاير حوالين الجاستريك ميكوزا، وبرده بيحصل لها فلوتنج على الاستومك كونتنت وبتكون نيوترلايزنج لاير بتمنع الريفلكس بتاع الاستومك اسيد للاسوفيجس. كونسلنج بوينتس، النصايح اللي اقولها للبيشنتس اللي هي بتاخد الانتاسيد. اول حاجه الصوديوم بايكربونات انتاسيد مفروض كونترا انديكيتد، ممنوع في الناس اللي عندها اديما، كونجستيف هارت فيلير، رينال فيلير، سيروسيس، او لو البيشنتس دي ماشيه على اللو سولت دايت بسبب الهاي صوديوم كونتنت اللي موجود فيها. الالومنيوم والمغنيسيوم كونتيننج انتاسيد مفروض avoided في الناس اللي عندها chronic renal insufficiency بسبب ان الالومنيوم والمغنيسيوم بيحصل لهم accumulation في الناس اللي عندها مشاكل في الكدني. بسبب ان الالومنيوم بيترسب في البرين سيلز وبيعمل الزهايمر ديزيز، وكمان بيتفاعل مع الفوسفورس اللي موجود في البون فبيخلي البون فراجيل، بمنع استخدام الالومنيوم containing antacid في الالدرلي بيشنت. الكالسيوم كربونيت انتاسيد ده موست بوتنت لكنه مشكلته انه بيعمل كونستبيشن. المغنيسيوم هيدروكسيد نادرا ما بيستخدم لوحده لانه بيعمل دايرين. في كومباينيشن ما بين الالومنيوم والمغنيسيوم، معروف ان الالومنيوم بيعمل كونستبيشن وقلنا ان المغنيسيوم بيعمل دايرين. الكومباينيشن دي بتديني هايست اي ان سي، ده عباره عن اسيد نيوتراليزنج كاباسيتي، انها بتقدر تعمل كنترولنج للاسيد وطبعا بتقلل السايد افكت بتاعه الاثنين. اخر حاجه بالنسبه للانتاسيدز انها ممكن انترفير وذ ابزوربشن اوف ميني دراجز، ممكن تتعارض مع الابزوربشن بتاع بعض الدراجز، عشان كده لازم افصل ما بين الانتاسيدز وما بين الدراجز على الاقل بساعتين. زي مين دراجز ممكن يحصل انترفيرنس؟ اول حاجه عندنا التتراسايكلين والكينولونز بيحصل كيليشن،
وبالتالي الإفكت بتاعهم بيقل. الأيرن سابليمنت والديجوكسين ده مفروض إن هما بيعتمدوا على الأسيدك بي اتش عشان خاطر يحصل لهم أبسوربشن، فكون إن الأنتاسيد بتزود البي اتش بتاعة الاستومك بيقل الأبسوربشن بتاعهم. الكلاس اللي بعد كده اتش 2 ريسبتور انتاجونست، الميكانيزم بتاعها بيعتمد على انهبيشن للجاستريك اسيد سكريشن عن طريق انه يروح يقفل ال H2 ريسبتورز اللي موجودة في البرايتال سيلز، زي مين؟ زي الفاموتيدين، الرانيتيدين والنيزاتيدين. الانسيت اوف اكشن بتاعها يعتبر متأخر شوية عن الانتاسيد، بياخد تقريبا من ساعة لساعتين عشان يبدأ الافكت يظهر، لكنه ليه لونجر ديوريشن اوف اكشن بتوصل لعشر ساعات، عشان كده ينفع استخدمه للناس اللي عندها نيوكترينال هايبر اسيديتي. ال H2 receptor antagonist موجودة في combination مع الانتاسيد عشان استفيد بالquick onset of action بتاع الانتاسيد بياخد تقريبا نص ساعة، واستفيد باللونج duration of action بتاع H2 receptor antagonist بياخد تقريبا اكتر من 10 ساعات. الايجنس دي مفروض ان هي well tolerated، مفيش مشاكل كتيرة منها، لكن الادفيرس افكت بتاعتها ممكن تعمل هيديك، دايريا، ديزنز او نوزيا، وبرضه بتتعارض مع الدراجز اللي محتاجه اسيدك بي اتش عشان يحصل لها ابزوربشن. الكلاس اللي بعد كده بروتون بامب انهبيتورز، الميكانيزم بتاعها بيعتمد على انها بتعمل كومبليت اسيد سبريشن، بتقفل الاسيد سكريشن خالص عن طريق انها بتقفل البروتون بوتاسيوم اي تي بيز بامب اللي موجود على السيرفيس بتاعه البرايتال سيل. البروتون بامب انهبيتورز ما بلجأش ليها غير بعد ما بتفشل جميع المحاولات باستخدام الانتاسيد والـ H2 receptor antagonist او الناس اللي عندها frequent attack من الـ heart burn. عندنا الـ non-prescription بروتون بامب انهبيتورز هما اتنين، الأوميبرازول واللانسوبرازول. الأوميبرازول الدوز بتاعته 20 ميلي جرام، واللانسوبرازول الدوز بتاعته 15 ميلي جرام. الانسيت اوف اكشن بتاعها طبعا متاخره شويه، تقريبا بتاخد من ساعتين لثلاث ساعات عشان يبدا يظهر الافكت. الديوريشن اوف اكشن بتاعها طويل، ممكن يوصل ل 24 ساعه. عشان كده البروتون بامب انهبيتورز ما يعتبرش تشويس كويسه للناس اللي عايزه immediate ريليف للهارت بير. كونسلنج بوينت، مفروض انصح البيشنتس اللي بتاخد البروتون بامب انهبيتورز انها تاخدها قبل الاكل بنص ساعه. البروتون بامب انهبيتورز دي عبارة عن برو دراج، بتبقى موجودة في صورة انتريك كوت التابلت، بيحصل لها ابزوربشن في الانتستين، بتروح في البرايتال سيلز بيحصل لها اكتيفيشن بالاسيد اللي موجود جوه البرايتال سيل. البروتون بامب انهبيتورز ابروفد بس للناس اللي سنها اكبر من 18 سنة، ما ينفعش استخدمها في مدة اكتر من 14 يوم، ولازم افصل لمدة 4 شهور عشان اقدر اكررها تاني، وده بسبب السيريوس سايد افكت بتاعتها زي الاوستيوبروسيس انها بتزود الهارت اتاك. دروج انتر اكشنز بتاعت البروتون بامب انهيبيتورز عن طريق انها بتغير الجاستريك بي اتش او انها بتأثر على الليفل بتاع السيتوكروم بي 450. عندنا بعض الدراجز زي الجريزيوفالفين والكيتوكونازول دي عبارة عن ويك بيز، محتاجة أسيدك ميديوم عشان يحصل لها أبزوربشن. طبعا البروتون بامب انهيبيتورز هيقلل الأبزوربشن بتاعة الدراجز دي. الأوميبرازول ده عبارة عن بوتنت انهيبيتور للسيتوكروم بي 450، وبالتالي بيأثر على الكلوبيدوجريل والوارفرين سيرام ليفل. الكلوبيدوجريل ده عبارة عن برو دراج، محتاج عشان يحصل له اكتيفيشن السيتوكروم بي 450. اما الوارفرين فده مفروض بيحصل له ان اكتيفيشن بالسيتوكروم بي 450، وبالتالي الليفل بتاعه في السيرم هيزيد. اخر كلاس عندنا وتعتبر ما بتستخدمش كتير اللي هي البيزموس سبسلسليت. ال FDA approved البيزموس سبسلسليت في الناس اللي عندها ديسبيبسيا بسبب اوفر كونسامشن للفودز وللدرينكس. الميكانيزم بتاعها بالتفصيل مش معروف، لكن هم بيقولوا انه ممكن يكون بسبب سبريشن للهيليكوباكتر باللوري انفكشن اللي ممكن تكون بتعمل الديسبيبسيا. وبكده نكون انتهينا من الدرس، شكرا ليكم.